هبدأ بالركين بالنسبة للأسرة، بالنسبة للأب والأم والأولاد. هبدأ بأول حاجة رقي الأب، دي أهم نقطة. لازم الأب يبقى عنده رقي في تعامله مع أولاده، لازم الأب يكون بينه وبين زوجته في رقي، لأن ده بينتج عن طاقات إيجابية بالنسبة للأولاد. لما يكون عندك رقي في التعامل مع زوجتك، أولادك هينبسطوا بحاجة زي كده، هيظهر ليهم طاقات إيجابية من بيت كله رقي واحترام. اوعى تهين زوجتك قدام أولادك، اوعى تضرب الأولاد في وجود مامتهم. دايما خلي عندك رقي مع أولادك وزوجتك. تحياتي يا هشام.